قال وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري اليوم إن الهدف الأساسي من الدورات التدريبية التي تقيمها الوزارة هو بناء العنصر البشري الوطني المتميز والمختص لمواكبة التطورات المتلاحقة والتي يشهدها العالم. حديث الدوسري جاء عقب حضوره حفل تكريم خريجي الدورة الأولى لإعداد المدربين بقطاع أمن المنافذ نيابة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح. نيابة عن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، شهد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود محمد الدوسري حفل تخريج دورة إعداد المدربين في قطاع أمن المنافذ بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن المنافذ اللواء منصور العوضي. احتفل صباح اليوم بتخريج الدورة الأولى دورة إعداد المتدربين في قطاع أمن المنافذ من مركز التدريب التخصصي التابع لقطاع أمن المنافذ. وأكد الفريق الدوسري في كلمته أن الهدف الأساسي من هذه الدورات إيجاد العنصر البشري الوطني المختص على أعلى مستوى لمواكبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم.